لحاف فضفاض لونه أبيض في الغالب، مزركش بخطوط ملونة، يلف كامل جسد المرأة من أعلى كتفيها إلى أخمص قدميها. الملحفة الجربية، وتسمى أيضا الجربية، لباس المرأة في جزيرة جربة جنوب تونس، تنفرد به دون سواها. تلتحف بها المرأة فوق لباسها ليستر زينتها ويقيها الحر صيفا والقر شتاء. الملحفة أحد خمسة أنواع من اللحاف ترتديها نساء جزيرة جربة، وهي الملحفة والرداء والبسكري والبليري والفوطة. يمكن التمييز بين نساء الجزيرة حسب لون الملحفة التي يرتدينها عند الخروج للتسوق. نساء بلدة جلالة يرتدين ملحفة بيضاء بالكامل، أما في منطقة الماي فيرتدين ملحفة مميزة خطوطها عمودية يغلب عليها اللون البرتقالي. وفي منطقة مليتا تلتحف المرأة برداء يسمى الزويزات، تميزه بخطوط صفراء رقيقة. أما جارتهن في مدينة ميدون فملحفتهن تكون زرقاء اللون. تنسج الملحفة على النول ويطلق على صانعها اسم الحوكي، أي من يحيكها. تتطلب صناعة الملحفة الواحدة قرابة أسبوعين. تنتج خلالها قطعة بطول 4 أمتار تلف كامل جسد المرأة. تضع الجربيات الملتحفات قبعات مضفورة من سعف النخيل تسمى ظلالة، لحماية الرأس والوجه من التغيرات المناخية التي تصيب البشرة. قديما كانت الملحفة تحاك من الحرير وخيوط الفضة لتلبسه نساء الطبقة الغنية، وشيئا فشيئا شاع هذا الزي وباتت ترتديه غالبية النساء عند التسوق أو قضاء شؤونهن. أما اليوم فيقتصر على المسنات والعروس الجربية التي ترتديه في طريقها إلى منزل زوجها، ولا تخرج من بيتها في الأسبوع الأول من زواجها من دونه.